من 8 أيام مشاهدينا حريق كاتدرائية نوتردام شكل صدمة للعالم كله. اليوم ببتحلى الحياة وبفكرة الهندسة رح نحكي مع دافيد شليلة وجيلبير نيكولا عن هالموضوع، عن هالتراث الديني يلي انفقد وعن الأرشيتكتور تبع الكاتدرائية يلي للأسف صارت رمادي. أهلا وسهلا فيكم شباب. مصار. أول شيء بعد ما صارت رمادي بعدها وقف السقف تبع اللي انتزع. رح ننظر اليوم نظرة هندسية للكاتدرال مثل ما قلتي. هالكاتدرال يلي تعمرت بسنة 1160 وأخذت 100 سنة لحتى تخلص لل 1260، وهي الإجليز متروبوليتان دو باري، يعني هي إذا بدنا أهم كنيسة بباريس. هالكنيسة من الموفمون غوتيك، يعني الموفمون يلي فيه كتير زخرفة عليه من بعد الموفمون رومان يلي كانت الهندسة بعد ما بيقدروا يفتحوا فتحات كتير كبار بالكنايس. وصلوا لتكنولوجيا معينة اللي عم نشوفه هلأ بالصورة اللي هو الكونترفور يلي بيقدر يلقط الحيطان من برا، وهذا الشيء بيخليها أنه يقدروا يفتحوا فتحات عن جد كبيرة كتير وفيترو ملونين بقلبها للكنيسة، وهيدي الإيدنتيتي تبع للكاتدرال تبع نوتردام دو باري إجليز غوتيك، ومعروفة من أهم الإجليز غوتيك عالميا لأنه يعني من هي من أجمل الكنائس عالميا. خلال الوقت اللي كانوا عم بيعمروا فيه هيدي الكنيسة كان في كتير من الاختراعات الجديدة بالهندسة، ولأول مرة كانت تنفذ على كاتدرائيات بهيدي الطريقة، من أول كاتدرائيات. وخلال عمارة حسب الدراسات اللي انعملت عليها العمال كانوا عم يكتشفوا طرق جديدة هن وعم بيعمروها كيف يقدروا يدعموا هالعلو الشاهق بالكاتدرائيات وهالكبر الكبير. إذا بنحكي شوي عن العوامل الهندسية اللي فيها، هيدي الكاتدرائية طولها 130 متر بعرض 48 متر وبعلو 43 تحت السقف، فهيدا الشيء كان جديد ككنايس. ويلي منشوفه كمان بقلب هيدي الكاتدرائية هن الروزاس يلي منسميهم روزاس، هن الإزاز الملون يلي عم نشوفه قدامنا هالدائرة، يلي كمان ضخامة القطر تبعها كمان جديد من نوعه، الألوان المستعملة جديدة وبتمثل مشاهد من الإنجيل كمان مرسومين تيوعوا المؤمنين على البشارة. يعني إذا منكمل كمان منقدر نشوف بعض القصص الهندسية الأخرى مثل الفساد تبع الأساسية يلي هي كانت أطول مبنى بباريس لحديت التور إيفيل، دونك من أطول المباني وبعدها لليوم، يعني إذا التور إيفيل منحطها على جنب. الدو تور يلي بمسلوها هن من الهندسة الغوتيك، والمداخل تبعها بفرجوا الدينونة الأخيرة مثل كل كنيسة كمان غوتيك، وعليها هاليسوع يلي قاعد وعم من ميلة عم بيفصل الأشرار والخيرين. سوري. كمان بقلبها فينا نشوف الأورج تبعها كمان المتميز يلي يعني مبدئيا ما تضرر بالحريق الأخير، بعد أكيد ما نعمل الدراسات دقيقة لينعرف، بس إن شاء الله لا، لأنه من أقدم كمان الأورجات يلي بالكنايس تقريبا. في كنوز أخرى كمان بداخلها، في كنوز تانية كمان، في كنوز هلأ رح نحكي عنها، بس آخر شغلة هندسية بدي أحكي عنها هي الأرك بوتان يلي هي كمان هيدا إذا بدنا نقول إنوفيشن بالأركيتكتشر من وراء هيدا الكنيسة وغيرها من الكنائس الغوتيك، أنه يقدروا هالقد رفع يهدوا هالقد علو شاهق، هيدا شيء كمان فريد من نوعه. الكنيسة هي بحد ذاتها كنز وهي بتتضمن كنوز جواتها. في بقلبها الروليك تبع لويناف يلي هو الملك لويس تبع فرنسا يلي هو مول هيدي الكنيسة، وفي كمان يلي بيقولوا انه هي اكليل الشوك تبع يسوع المسيح يلي انحط على راسه، إضافة لعدة كنوز أخرى من رسومات لعدة زخائر قديسين موجودة جوا. هلأ هيدي الكنيسة انشهرت كتير لما فيكتور هوغو كتب عنا لوبوسيو دو نوتردام يلي هو أحدب نوتردام يلي هلأ عم بيصير كمان مسرحية ومن أشهر المسرحيات عالمياً. هيدي لما كتب هيدا الشيء وكل العالم صارت هالقد تجي وتتداول على الكاتدرال تبع نوتردام دو باري، قرروا بالقرن الثامن عشر من بعد ما تضررت بالريفوليسيون فرانسيز
انه يرجعوا يعملوا لها رينوفيشن عن جديد. وبوقتها الاركيتكت فيولي لو ديوك بيعمر هون نحن عم نشوفه بالصوره، هو الستاتيو اللي فوق اللي بارم وجهه صوب الفلاش، نحت حاله بشخص مرطومه انه هو عم بيطلع بالفلاش. هاي الفلاش يلي وقعت هلا بالحريق هي من صنعه بال 1800 لما عملوا له هيدا رينوفاسيون، زبط بارتي كبيره من السقف ورفع له الفلاش 96 متر علو، ومشهوره صارت الكاتدرال بالاضافه للجوتيك تبعها بهيدا الفلاش يلي بتطلع على راسها. بالاضافه للهندسه الفريده وبالاضافه للكنز يلي فيها، في كمان كذا شغله بيميزوا هيدي الكاتدرائيه. اول شيء هي اكثر معلم مزار بباريس، يعني تقريبا 16 مليون شخص بيزوروها بالسنه، ما يعادل يعني تقريبا 35 الف شخص بالنهار. كمان الكاتدرائيه هي البوان زيرو لكل طرقات فرنسا، دونك اذا بده يقيسوا طريق بفرنسا بينطلقوا من قدام الكاتدرائيه. في ماركة اللي بيروح اليوم بيشوفها بالساحة في هيدي العلامة، هيدي نقطة الصفر لكل الطرقات. كمان هيدي الكاتدرائية مميزة جدا. شو كمان نقول بعد عنها؟ نعرفت بالإيفنتس اللي صاروا فيها، يعني أهم ملوك فرنسا راكعين بقلبها، لوي 14 الملك المشهور يلي معمر فرساي هو من أهم ملوك فرنسا راكع بقلبها، كل ملوك فرنسا. حتى لما فرنسا بسنة 1944 تحررت من الحكم النازي، راحوا رئيس جمهورية فرنسا والشعب الفرنسي كلهم وغنوا المانيفيكات بقلب هالكنيسة. يعني قيمتها منا بس هندسية، قيمتها تاريخية، قيمتها معنوية لكل أهالي فرنسا وخصوصا أهالي باريس. هيدي كنيسة كتير كتير عزيزة على قلبهم. هلأ بس كمان التماثيل يلي موجودين على سطحها يلي فيولي لو ديوك زاد عدد كبير منهم، منشوفهم بفرادتهم. أول شيء هن كوحوش إذا فينا نقول، هن ليطردوا الأرواح الشريرة بالنسبة للمؤمنين، وقالهم كمان عمل هندسي اللي هي مصرف لمياه الشتاء كمان بذات الوقت. هل هن هو التمثيل اللي انحكى انه نشيله عن السقف لحتى يترمموا قبل ما يصير الحريق، او هو التمثيل مختلف؟ مش هدول الجارجوي، هوليك تمثيل هول الجارجوي اللي عم نشوفها هلا بالصورة. اوكي، هوليك تمثيل هن تماثيل الرسل يلي كانوا دغري تحت الفلاش قبل بجمعة من الحريق، شالوهم كرمال يعملوا لهم رينوفيشن بقلب اللابوراتوار. شفناهم قبل شوي مطرح ما قالنا ديفيد انه باري موجه عم بيطلع بالفلاش، هدول هن تماثيل لونهم اخضر. والحريق اللي صار من 8 ايام مثل ما حكيته كمان دمر سقف الكاتدرائيه يلي هو تقريبا ما يعادل 21000 هكتار من الغابات. كانوا يسموها للكاتدرائيه اصلا كانوا يسموها الغابه لانه فيها قد اخذت شجر، قد اخذت تقريبا 1600 خشب. شجره، وكل خشبه هي شجره بحد ذاتها. فعن جد هيدا يعني روحت قيمة كتير كبيرة ودمرت الفلاش. هيك الحريق صار كتير بسرعة مزبوط من وراء السقف اللي كان كله من الخشب. هلا في أحد كمان المهندسين عم بيقول إنه البوادو الشانية اللي استعملت أساسا للكاتدرائية ما بيحترقوا بهالسهولة، بس لما نعمل لها ريستوراسيون بالقرن التاسع عشر استعمل البوادو بان يلي هو بيحترق بطريقه اسرع، وهيدا ما خلى النار تشتعل بطريقه اكبر. هذا هو المحل اللي بلشت فيه النار قبل ما توصل نقطه الضعف اللي بلشت فيها. هلا رئيس جمهوريه فرنسا ايمانويل ماكرون لما زار الكاتدرال ليله اللي صار الحريق وعد الفرنسويه والعالم انه رح يعيدوا اعمارها. هلا كثير عم بيصير في احاديث انه كيف معقول ترجع تتعمر الكاتدرال، هل بدنا نرجع نعيدها هي ذاتها؟ لانه هن بفرنسا كثير بيحافظوا على المعالم السياحيه تبعهم، وهم عملها سكانينج 3D بكل تفاصيلها للكاتدرال تبع نوتردام حتى مع سقفها، بيعرفوا كل التفاصيل كيف بيقدروا يرجعوا يعمروها. فعم بيسالوا معقول نحن نرجع نعمرها هي ذاتها مثل ما كانت، او معقول نرجع نعطيها ايدنتيتي جديده؟ يعني لانه تدمرت بنحترم هيدا الشيء اللي صار لانه هيدا الشيء ضمن التاريخ، وبنعمل لها رينوفاسيون بطريقه معينه بطريقه جديده. ففي كثير طروحات طارحين مثل ما عم نشوف هون بالصوره انه السقف يصير بينترابل للعالم، يعني يقدروا العالم يطلعوا عليه يزوروا الصليب يلي محطوط فوق، وتكون السقف كله معمول من ازاز. هيدا الشيء بيخلي الضوء يفوت عليها كلها. هيدا الطرح الثاني توتالمون كونتمبوراي، يعني معاصر جدا، معمول من الالكوبوند والحديد المكسر طالع، بس بتضلها بتعطيها شيب هي ذاتها طالع لفوق. وفي عالم بتقول انه بما انه كان اسمه السقف تبعها لافوري، خلينا نعمل اون فوري حقيقيه، سو يعملوها للكاتدرال السقف تبعها يعملوه جرين روف،
وبعد في طروحات كثير ثانيه، بعد في كومبيتيشن اركيتكتشر هلا ماشيه، هون عم نشوف طرح انه تنعمل بس من النور، ما يكون في الفلاش يلي وقعت محلها يكون في بس مثل الميموري. وانتم كشخصين بتشتغلوا بمجال الهندسه بتلاقوا انه حلو الفكره اللي عم بفكروا فيها انه يعملوا لها رينوفاسيون جديده تكون معاصره، او لا تضلها محافظه على تاريخها وتراثها؟ انا كثير متاثر فيه. هلا هو في كذا كوران بالريستوراسيون، في ناس بتقول انه من تاريخ انتو انا اللي بحبه، رح احكي بيرسونال، ما من تاريخها صار في هيدا الحريق، يعني صار جزء منه، فانا برايي انه لازم يضل في اثر له لانه صار وموجود، بس انه تنحط عليها روف توب جديد وهيك، لا انا ماني مع هيدي الفكره. بركي ينعمل شيء يذكر بالحريق اللي صار، بس يرجع شوي كمان بارت منه يرجع يرد على القديم، ما ينهي البصمه والهويه اللي نعرفها، لانه دجا صار من تاريخها. يعني بال 2019 ما فينا ننكر انه الكاتدرال تعرضت لحريق، ليه بدنا نلغي هيدا الشيء؟ ليه بدنا نقول لا ونعمل شيء جديد؟ و هيئتنا نحن كمان رح نتأثر برأيك لأنه وافقناك الرأي. شكرا. شكرا لكم شباب جيلبير نيكولا وديفيد شلالة، يا أهلا وسهلا فيكم ويعطيكم العافية.